صباح الخير واهلا فيكم بحلقه جديده من فقره شو اخبارهم. اليوم كالعاده رح نبلش باخبار فنيه من حول العالم. بدنا رح ننتقل عشان نشوف مع بعض المقابلات المميزه اللي عملناها مع طاقم فريق فيميل عشان نعرف شو مخبينا للموسم الثالث لرمضان 2016 اللي رح ينعرض على رؤيا، فتابعونا. اول خبر عنا اليوم بحكينا عن الممثله المصريه حورية فرغلي. طبعا حورية كانت كثير مبسوطه وهي عم تحكي عن تفاصيل مسلسل ساحره الجنوب، وحكت انه من اول ما وصلها النص على طول لقت حالها في هذا المسلسل ولقت انها بتقدر تقدم دور كتير حلو. بنفس الوقت بررت وحكت انه دائما المسلسلات والافلام اللي فيها رعب سلاح ذو حدين، يا انه بيرفع الممثل لفوق وبعطيه اكثر هيبه لانه قدر يؤدي دوره بشكل ممتاز، يا انه بقلب الموضوع الى سخريه. بس هي كانت مع مخرج مبدع اللي هو اكرم فريد، فهذا الشيء خلى نوع من الطمانينه في قلبها. ولما سالوها عن الجمله اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انه ساحره الجنوب اصابها بنزيف بالعين، حكت انه لفترات كثير طويله اضطرت انها تلبس عدسات لاصقه يكونوا اغمق من عيونها بدرجات طفيفة عشان يفرجوا أكثر المشهد المرعب، مما أدى إلى جروح وفي منه مرات أنه صار عن جد نزيف، بس مش إشي خطير. بالنسبة لرمضان 2016 حورية ما رح يكون عندها أي أعمال درامية لأنه ساحرة الجنوب أخذ جهد ووقت كتير طويل، بس هي صرحت وحكت أنه هي تعاملت مع نفس الجهة لمفاجأة رح تكون للمشاهدين رح يشوفوها برمضان 2017. ليس الحافي؟ مين اللي سلحافي ده يا بخيت؟ فهمين اللي الله يسيئك. الحافي ما كان شي يقدر عليه إلا اللي خلقه. أما الخبر الثاني فنوعا ما فرح لأنه بيقدر يفرجينا كيف كل ست أو امرأة بتقدر تحافظ على جمالها وشبابها كمان إذا كانت تمتلك السعادة والطمأنينة الداخلية. منحت مجلة بيبل لجينيفر أنستون للمرة الثانية على التوالي لقب أجمل امرأة في العالم. طبعاً أول مرة منحت هذا اللقب كان بسنة 2004 لما كان عماله بنعرض مسلسل فريندز. بعدين هنا هلا صرنا ب 2016، فلما عطوها للمرة الثانية زي ما حكيت لكم اللقب قالت إنه هي كتير مبسوطة وعندها نوع من الإثارة ذكرها بفترات المراهقة. طبعاً هلا هم لما سألوا جينيفر أنستون كيف قدرت تحافظ على جمالها وعلى شبابها قالت إنه هي بتمارس الرياضة تقريباً 6 أيام في الأسبوع. أما لما سألوها عن الأكل حكت إنه بطلت هالقد صارمة لما الموضوع بتعلق بالأكلات اللي بتحبها لأنه كتير زمان بلشت تهتم بحالها وتهتم بنحافتها لأنه كان في كتير دور مهم حابة تاخده وللأسف ما أخذت هذا الدور لأنه حكولها إنها كانت ممتلئة القوام. Need a price check on organic and... No, that's not necessary. Daughter? Yeah, two. Same boat, two sons. It's nice meeting you. Sandy with two sons. Out on the verge of the rest of our lives tonight. Out on the verge of the rest of our lives. في سنة 2015 غاب الممثل كتير كبير يحيى الفخراني عن الشاشات في رمضان. أما المفاجأة بسنة 2016 فعماله بيحضر لجمهوره مسلسل باسم ونوس. هلأ هذا العمل المفاجأة الأكثر فيه أنه المخرج هو ابنه، كثير ناس ما كانوا عارفين هذا الحكي ولما عرفوا حسنوا لازم يسألوا يحيى فخراني سؤال، هل هو من الصعب أنك تشتغل لما يكون ابنك مخرج؟ وبنفس الوقت سألوا ابنه هل هو من الصعب أنك تشتغل مع ممثل هالقد كبير وتقدر تفرق؟ طبعا كانت الإجابة إنه لما يكون عندك هالقد نجم كبير ومخرج بنفس الوقت هالقد محترف بقدر كل واحد يعرف شغله. اوعى تكون محمل زي الجمل مستنينا نام وتموتني. انا الباشا الحمد الباشا. يا حش حرام عليك. كلب اتخطف. تتحرك بأمري تصحى قبل ما اصحى. عندي لكم سؤال، تعرفوا شو يعني فيميل؟ فيميل مش ميل، اوعى تنسى يا ناس فيميل. فيميل جديد مش هيميل يا صاحبي. فيميل فيميل فيميل. هاي تيما كيفك؟ هاي ندى كيفك؟ انا تمام، انت اخبارك؟ الحمد لله. أنا مبسوطة الصراحة إنه هيك أول مرة بتكوني معي بفقرة شو أخبارهم، ورح نحكي هلا عن الموسم الثالث لفيميل. طبعاً بدك في كثير ناس متحمسين يعرفوا الديتيلز، فإيش غبتي غياب طويل
وكان في يعني اشياء محدده مورا هذا الغياب. طبعا درستوه بطريقه معينه بطريقه كثير حلوه. ايش هنشوف مختلف بسنه 2016 من فيميل؟ رح تشوف اشياء كثير جديده، يعني الشخصيات كثير تطورت، حياتهم اختلفت بعد ما جابوا بيبي جديد وصار في إضافة على العائلة. طبعاً هاي لحالها يعني بتضيف كتير أشياء على المسلسل، غير إنه في شخصيات يعني كانت موجودة بالموسم الثاني لعبنا عليها أكتر بهذا الموسم، تطورت صار إلها ستوري لاينز لحالها يعني، وشخصيات كتير انحبت بالموسم الثاني، وهذا هو السبب اللي طورنا الستوري لاين تبعهم بالموسم الثالث. هلا تيما بما اننا عم نحكيك على الستوري، انت بالعاده بتكتبي السيناريو، بس هاي مره في شيء مختلف بفيميل الجزء الثالث، فانا حابه هيك تحكي للمشاهدين انت ايش مختلف غير انه انت كاتبه. هلا انا الكاتبه بالمواسم الثلاثه، كنت طبعا كان معي دائما ناس بكتبوا هذا الموسم، معي فريق كتابه برضه اسلام شوملي وشيرين كمال. هذا الموسم الإشي الجديد فيه إنه هذا الموسم أنا أول مرة مخرجة للموسم لفيميل بشكل عام. الموسم الثالث أنا كنت المخرجة، كتير متحمسة، أنا من زمان يعني أنا دارسة سينما طبعاً ومن زمان بحب الإخراج، ما صار فرصة قبل أخرج، لأنه أول ما بلشت فيميل أنا بلشت أنا مخرجة لفيميل، بس بعدين لأنه صار في كتير ضغط، لأنه لما تكوني بطلة المسلسل كتير صعب يعني تحدي كبير، فاستعنت بصديقي وهو اللي كان مخرج للموسم الأول والثاني. هذا الموسم قررت أنه لا، إجا الوقت أني أخرج، لأني عم بخرج أعمال تانية، وفيميل زي ما تحكي هو البيبي تبعي بحسه، فأنه إجا الوقت أني أنا أخرج هذا الموسم. طبعاً هلأ تيما لما واحد يكون عماله بيمثل وعماله بكتب وعماله بخرج، طبعاً هيك فيه هيك responsibility كبيرة، مسؤولية كتير كبيرة، بس بنفس الوقت هلأ بما أنك حبيت أنك هاي السيزن بالذات تكوني مخرجته، إيش شفتك؟ طبعاً نظرة المخرج بيكون مختلفة كتير عن مصور أو ممثل، وهيك شو حسيتي أضافتي كمان شغلات بأنه هاي المرة أنت المخرجة؟ أكيد هو شوفي هذا الإشي زي ما حكيتي كتير صعب أنه تعملي هاي الأشياء كلها مع بعض. أهم إشي أنا يعني دائماً بعمله اللي هو التحضير المسبق بشكل يعني كثيف جداً، وهذا هو الإشي اللي أنا بحس إنه بتميز فيه، إنه دائماً بكون محضرة، هذا هو الإشي اللي ما بدخلك بالحيط، عرفتي؟ فكان التحضير جزء أساسي من هذا الإشي، لأنه كتير صعب أنت قاعدة عم بتمثلي بنفس الوقت أنت ورا الكاميرا وقدام الكاميرا، وبدك تتأكدي إنه كل إشي عم بيصير صح. أضفت هلأ شوفي فيميل صار فيه منه 3 مواسم، فأنتي لازم تحافظي على الستايل اللي الناس حبوه، وطبعاً الستايل الموجود اللي أوريدي تكون، فما راح أقدر أغير إشي عنيف بالستايل لأنه هو ستايله وهيك نحبه وهيك الناس بدهم إياه. فأنا دوري كمخرج أحافظ على هذا الستايل وأطور شوي، كان بالبرودكشن فاليو شوي كانت أعلى هذا الموسم، جبنا يعني زي ما حكيت لك بالستوري لاين ضفنا كتير ستوري لاينز جديدة، جبنا ضيوف شرف ممثلين كتير مهمين. حلو، كلام صراحة جميل جدا ومشوق. نحكي طب حكيتي هلا في ضيوف شرف كمان جداد، فحابة تحكي لك كم من اسم ولا حابة تخليها هيك سربرايز رمضان؟ لا بعلن عن، طبعا كان معنا الممثل القدير السوري محمد خير جراح، لعب دور كتير حلو صراحة، ووجوده كان جدا مؤثر. أنا كثير متحمسة أشوف رد فعل الناس على دوره لأنه عن جد كثير حلو، هو ما شاء الله يعني ممثل مبدع، وين ما ينحط راح يكون لطيف. في معنا كمان من مصر وائل منصور، بيكون ضيف بحلقتين وائل، برضو دوره جدا كوميدي. كان معنا عادل رضوان من السعودية، وياسر بكر برضو من السعودية من الستارز اللي نعرفوا أونلاين، وبردون عادل رضوان له برامج اللي هي على الام بي سي ليش لا، وهدول الأشياء برضو وجودهم كان كتير حلو. في معنى ظهور مميز لفنانين أردنيين زي الفنانة زين عوض، زين كارازون، كلهم ظهور مميز. مين كمان كان معنا؟ فرقة جتناي. أكيد في مشاهدة كبيرة لفي ميل، وكثير ناس عمالهم بيستنوا عشان غياب سنتين، فهنا ممكن يرجع يصفي كمان أقوى، زائد أنه في بلدان مختلفة بيصفوا عندنا جمهور هون، زائد الجماهير عمالها تحضرنا من حول العالم. أكيد أوكي، إيش كثير حلو. طيب دائما كان في هيك مشاكل نوعا ما عمالها بتصير بفي ميل، كان مثلا من عيلة رجائي، كانت من غنوة، كانت من نادرة عمران بالقصة قصدك، مش بيننا بالحقيقة. وبيننا بالحقيقة وبالقصة كمان صراحة. فهل بتشوف هاي المشاكل
لساتها عم بتصير ولا هيك مثلا الشخصيات شوي خفت بطلت مثلا الحماية كتيرك مأسرة ولا لساته؟ كل مرحلة بالعلاقة فيها إشي اللي بيميزها. هلأ في مرحلة البيبي اللي هي برضه يعني الأول إشي الحماية كان مش عاجبها كيف تيما وتتجوز رجائي وش. بعدين صار مش عاجبها كيف تيما بتزبط بيتها. هلأ صار مش عاجبها كيف تيما بتربي بنتها عرفتي؟ فدائما في هاي الأشياء ما بتتوقف. بس بهذا السيزن برضه في إضافة جميلة يعني ما بدي أحرقها بس دخول رح يصير في جو معين بالبيت مع غنوة وعوض وتيمة ورجائي. في رح يصير هيك كمستري معينة لأنه رح يضطروا لظرف معين في الستوري لاين إنه يجوا يقعدوا عند تيمة ورجائي. طب رح نشوف كمان موسم رابع لقدام؟ والله شوفي خلينا نستنى نشوف هذا الموسم رمضان بعدين بصير خلينا نخلص من هذا. رح نشوف مواسم كتيرة يعني إشي كيتكمل لقدام عشان في ميل من أهم المسلسلات اللي محليا وطلعت عالميا كمان وعطت صورة كتير حلوة للأردن إنه في عنا ناس كوميديانز لذيذين نفس الوقت بعرف يعمل شغلات سيريس وبعرف كيف فرجوا اللي برا انه نحن عندنا شغلات محليه كثير حلوه. شو بتحبي تحكي للناس اللي ما عم بيحضروا؟ بحب احكي لكل متابعين برنامج شو اخبارهم تابعونا في رمضان في ميل الموسم الثالث على رؤيا. ستاند باي اند اكشن. ثانيه فكنا لانك بتحكي بصوت عالي كنا بنسكت وبنطلع عليك. صاير شيء مالك جوجو؟ سرور كيف حالك؟ بجنن. شو أخبارك؟ برضو بتجنن. أنا كتير مبسوط إنك معي اليوم. أول مرة نقعد بنحكي عن جوجو. بنحكي كتير هسا. طيب. في ميل. ماله. موسم الثالث. حلو كتير. شو وضعك؟ أنا مبسوط صراحة في ميل الثالث كتير بحب هاي التجربة صراحة. وهي من التجارب كتير هيك مميزة في الأردن في الكوميديا الأردنية واحد من المسلسلات اللي إله هيك شكله الخاص طريقته الخاصة ومع فريق كتير خرافي. شو بدي اكثر من هيك؟ صح. طبعا سيره فريق خرافي. شو الوضع مع تيما هاي المره بما انها مخرجه مش بس بتمثل معك؟ تيما خايفه تردها سيرك كانكم. تيما من الناس جد. هلا بنحكي جد فكك من الزعبره والصراخ ولا هون وكذا. وكانت يعني يعطيها الف عافيه كانت عم بتكون ممثله وعم بتكون مخرجه بنفس الوقت وغير انه هي كمان كانت فريق الكتاب اللي موجود يعطيها ألف عافية. هذا إشي مهم. بس هي من الناس اللي عندهم كتير طموح طموح كتير عالي وطاقة كتير عالية بتعد الناس اللي حواليها إنه بدنا ننجز. وهي من أكتر الناس اللي عندهم هاي الشغلة تحس هيك طالع منها ضوء حلو ماشي يلا 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 يلا. هلا تيما كانت عمالة بتحكي لي إنه من أكتر الأدوار اللي جد حبتها كشخصيات هو دورك ودور كمان غنوة. فإيش حسيتي كم دورك تغير تطور؟ ايش كان في شغلات جديدة؟ ما بعرف اذا عملته حلو ما بعرف اذا عملته مش حلو. اوكي. بس انا بعرف شغله واحده انه انا كثير بحب هاي الشخصيه. بالنسبه لي واحد من الشخصيات اللي كثير موجوده في الحياه. صالح كيفك؟ شو اخبارك؟ شو عامل؟ كيفك يا نونو؟ لانه كل حدا لازم يتدلع بالنسبه له. هذا شيء كثير مهم. والشغله الثانيه التمثيل بالنسبه لي هو هيك جزء من حياتي. يعني لما اكون ماخذ هذا النوع من الشخصيات اللي بده كتير لعب واللي فيه كتير ضحك واللي فيه هذا العالم الخاص بهاي الشخصية أنا بكون كتير متسلي وبعطي من قلبي. هلا بعدين الناس بيحكموا عجبهم ما عجبهم مش بس إن شاء الله يعجبهم. إن شاء الله. أنا متأكد حيعجبهم. عشان الموسم هذا كتير خرافي بعيدا عني ما بعرف أنا بس باقي الممثلين باقي الشغل من التصوير لإخراج لآرت لكل شيء. حلو. طبعا هلا في ميل الجزء الثالث صار فيه هيك مواقع احلى للتصوير كمان صار فيه سفرات مثلا نزلتوا كمان على عقبه وكمان هيك في ضيوف شرف عم بيجوا من حول العالم. فايش هيك بتتذكرك مشاهد؟ شوفي مشاهد ما حقول لك تيما بالغرفه اللي هناك حاولت خلطك مشاهد ما حكي مشاهد ولا يمكن ولا يمكن يعني. طب بلاش 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 موقف موقف كان عماله بصير كان كثير مضحك وجد اكثر شيء يعني هلا وانا عم بحكي خطر ببالك ايش هو؟ بقدر شو اقوله كمان مش مشهد ما هو المواقف في المشاهد ما هو المواقف في المشاهد لانه هذا المشهد بالذات. طب ايش يا بيهايند سينز حلقات العقبه مثلا ايش بيهايند سينز ما بقدرش لا بقدرش ولا مش قدام الكاميرا ايه ولا مش قدام الكاميرا بيهايند سينز كان في شيء يضحك يا عمي وقعت ولا ما صار ما صار ما صار كنت بركز كثير على المشاهد ما حقول ولا شيء اسرار اسرار. طيب اوكي ماشي هلا شخصيتك كانت من اولها من الموسم الاول الفيميل
هي عبارة عن هيك الجار اللي نوعا ما هيك دمه تقيل، بيجي بياكل بيوح بضبش بعرف شو ماله. لساتك هيك؟ هو كتير بحب رجائي وتيمة، وصالح علاقته فيهم كتير خرافية، وبيعتبر انه هدول اعزز دقائق لعنده حتى لو هو قرر بس هذا الشيء، وبيعتقد انه هو زي اخوهم فبحق له يفوت وقت ما بده ويطلع وقت ما بده. فهذا الموسم كتير هيك العلاقة بينهم صارت كتير اوضح، اتوقع هم تصالحوا مع حالة وجود صالح بحياته مش كتير على ما يبدو يعني. يعني هم اللي تعودوا شوي أكتر، بس صالح ما تغير. صالح كتير تطور. كتير تطور. بحب أحكي لك good luck. يا رب. وأنا متأكد إن الناس كلهم عمالهم بيستنوا فيميل الجزء الثالث لرمضان 2016، وشو بتحب تحكي للي عمالهم بيحضروك؟ يسعد قلبكم كتير. واحضروا فيميل الجزء الثالث، راح يكون من أكتر الشغلات الخرافية عدمتي. ثانك يو كثير سرور، مبسوطة كنت معي اليوم. يسعد قلبك ندى. ومتحمسة كثير إني أحضر فيميل. أنا كمان. ثانك يو. إبسود 1 سين 12 إي شوت 1 تيك 1 سان 20. كده. وحط الثانية. كده. وسوي راسك. كده. بنفس. 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 هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من فقرة شو أخبارهم. إن شاء الله بتكون عجبتكم. تابعونا الأسبوع الجاي بأخبار ومقابلات جديدة. باي.